يجدون الآن في المستثمرة الفلاحية الفردية الميرسفية من أجل إعطاء إشارة انطلاق عملية الحرث والبدء للموسم الفلاحي الجديد 2024-2025. أنا المساحة المستهدفة في هذا الموسم مستهدفة لزراعة الحبوب لهذا الموسم 2024-2025 عندنا بلدة مغنية المساحة المستهدفة 6400. المساحة المحروتة حاليا يعني البيلون التالي سيتياسيون التالية 1800 هكتار النسبة 28.13. حمام بغرارة المساحة المستهدفة هنا فيها جميع الأصناف المساحة المستهدفة 3000 هكتار. المحروتة إلى الوقت الحالي إلى اليوم الحالي 1000 هكتار. المجموع عندنا المستهدفة 9400 والمحروتة 1800 بما يعادل 29.79%. هنايا نطلبوا من الفلاحين باش يتقربوا تعاونية أكثر ما باش لاقتناء البذور راها متوفرة نتكل على الله. راكم تشوفوا رحنا في الأرض هذه رحنا بدينا الحملة وعلى كل حال حنايا رحنا نرافقوا الفلاحين ونحضروا لهذه الحملة هذه من أجل تشجيع الفلاحين والوقوف معهم